قبل 5 سنين كتب إيلون ماسك تغريدة يقول بيها أني أحب تويتر. واحد جابه قال له ليش ما تشتريها؟ هو جاب قال بيش هي هاي. البارحة اشتراها أستاذ ماسك، فدير بالك من أغاد. خلينا نسولف ونشوف شنو القصة وش صار وشنو تأثير هذا الخبر المهم بعد 10 ثواني. إذن البارحة إيلون ماسك اشترى تويتر، وتويتر كانت شركة عامة يعني تقدر تشتري أسهمها بالسوق، هسه صارت شركة خاصة، صارت شركته منصته، فالله يستر. إيلون قال يعني اشتري كل أسهمكم وتصير مالتي، لأنه يعني أريد أحررها، لأنه حرية التعبير والديمقراطية وكذا، ديمقراطية بإيد شخص واحد. interesting. ما علينا، ما رد نحكي، خاف يعني طلعني إيلون ماسك من تويتر. إيلون ماسك حفظ الله. المهم اشتراها ب 44 مليار دولار، والسهم تصور 54 دولار اشترى. بهذا الوقت جماعة دوش كوين فرحوا كل شوية، وصعد سوقها تقريبا 30%. ومنك مؤسس تويتر جاك دورسي يقول أني عندي ثقة بإيلون ماسك، بس أتصور يعني من وراء خشمة ممكن جدا يسوي دفع بالدوش كوين مثلا على تويتر أو شيء معين. وأتوقع يعني ممكن إذا صار هذا الشيء هازين الدوش كوين أكيد. وأستاذ ماسك ناوي يغير هواية أشياء، لذلك يعني الكل حذرة بالموضوع، يعني لا الموظفين لا البورد ولا المدير يعرفون شو راح يصير. يمكن يطلعهم، يمكن يطلعهم كلهم، يمكن ما يطلعهم، يمكن يطلع ستيف جوبز اللي عنده مشكلة وياه من تويتر. بس هو يقول أنا أريد أعدائي يبقون وينتقدوني، وأريد تقريبا نسويها غير مركزية مثل ما هو يقول. كيفه شركته، مثل لما واحد يعني يعرضني أقول له كيف يوتيوب مالتي وقناتي وأحكي اللي يعجبني. منو لازمك؟ روح سوي قناة وأحكي، وإذا ما عجبك تقدر تسوي مثل دونالد ترامب اللي سوى شو اسمه منصة خاصة مالته، ما أعرف شو اسمها، وقعد يتنافس تويتر. تعرفون ما أدري تعرفون شو قصتها. أما بالنسبة للتغييرات يعني أكو هواي أشياء ناويها، بس الشيء اللي يهمني أني هو إنهاء البوتات اللي هو قال عليها. إذا سواها ممتاز، يعني تويتر صار نصه ذباب إلكتروني وبوتات وناس محققين. هذا قال هذا عجبني هذا الشيء، لذلك إذا يلقي الحل هذا الشيء يصير توثيق للناس، يعني يقولون يسوون إشارات خضراء وزرقاء وصفراء، يعني هاي تكون زينة، يعني كل واحدة عليها يعني صح أزرق أخضر، يعني تعطي معلوماتك كاملة، هويتك، شغلات حتى يتأكدون منه أنت. بس بنفس الوقت وين لا مركزية إذا أنت يعني تحط كل معلوماتك هناك؟ ما أعرف. أنا شخصياً أكو شغلات أنا وياه، أكو شغلات مو وياه عارضة بيها، بس يعني خلينا نشوف شو راح يصير. بالنهاية كل شيء حيكون إيده. إذا حب يعني يدبل سعر دوش كوين يقدر بتغريدة يسويها، إذا حب يكتب تغريدات لمصلحته يقدر. وأنتم كلكم تعرفون شنو تأثير تويتر اللي خلت واحد مثل دونالد ترامب يصير رئيس أمريكا. للكريبتو ممكن يكون شيء جيد نوعا ما، يعني ولو هو كسر بيتكوين مرة بتغريدة، بس هو عنده بيتكوين، شركات عندهم بيتكوين، حتى تويتر يعني ممكن يشترون بيتكوين وهذا جيد يعني. بس السؤال المهم اللي كلكم دا تفكرون بيه، ما هيدا أفكر بيه، حيرجع دونالد ترامب؟ ترامب نفسه يقول لا أنا ما أرجع، أنا بعد ما أرجع تويتر، حتى لو يقبلون أرجع أنا ما أرجع، أعلن هذا الشيء. بس إذا أنتم تعرفون ترامب مثلي، أنا أراهن على رجوعه، لأن هو ما عنده كلمة، وأتوقع يعني يهمل منصته اللي سواها، يعني يعرف ما عنده وقت ويحتاج تويتر هسه. فمن يراهن وياه أنه راح نستمتع ترامب قريبا على تويتر؟ هل أنت مستعد للانضمام إلى ثورة العملات الافتراضية؟ العملات الافتراضية الرقمية هي أكثر الأصول المتداولة شعبية بسبب الأرباح التي حققتها في عام 2021. إذا كنت تتداول العملات الأجنبية بالفعل، فإنك ولا شك ستحب التقلبات في أسعار العملات الافتراضية مثل بيتكوين، إيثيريوم، ريبل وكاردانو. مع إيفاست كل شيء أسهل. اختر أيا من العملات الافتراضية الثمان الأعلى قيمة، واستخدم تسهيلات مالية مخفضة لتقليل المخاطر لتصبح أنت صاحب القرار. هل ستقرر التداول صعودا أم هبوطا؟ إيفاست، الأرقام تحسم.